فوالا احنا عاودنا تلاقينا وهذا الفيديو وصل البلاصه كاينه في تركيا اللي هو مطعم المدينه البلاصه فين كاين الشيف بوراك. اهلا انا مع الشيف براك، احنا مغربيين وحلوين بيض وحلوين رجال، اهلا مغربيين حبيبي صافي، شكرا كثير كثير تحيه لك والله. شكرا شكرا الشيف براك. لازم لايك شانل، لازم تسوي كومنت هذا الفيديو، شكرا كثير كثير، سلم على موروكو، بحب كثير فاس موروكو. وصلنا مع الشيف بوراك وفرحنا معنا بزاف وقالنا غنعطيكم ان كادو. واو كادو. اوه ماي جاد. شكرا شكرا شكرا. هذه الهديه ديال الشيف بوراك. هذه الهديه ديال الشيف بوراك لينا انا وكادو. الوغ هنايا كاين المنيو ديال المطعم ديال بوراك، حاولنا نصوروا لكم واحد شي شويه من المنيو، لي بري ريزونابل عادي، كنتو بزاف ديال الناس تقدروا مثلا 3-4 بيرسون تاكلوا بواحد 600-300 ليره حتى 800 ليره، وكنتو قلال تقدروا تاكلوا ب 60-75. كاينين لي زونطري ب 30 اورو، لي ديسير حتى هما. ها انتم انا كنحاول ندور لكم تشوفوا لي باج ديال المنيو ديالهم. ها انتم 500 ليره البلا بحال دابا، هذا هو اللي خدينا حنايا، فيه مشكل كيدير 440 ليره، وهذا ها واحد اخر عاوتاني 220 ليره. هما موديلات اخرين ديال الماكله، عندهم ان لارج شوا وماكلتهم بنينه، غير يا ردوا بالكم من الحر، الا كنتو ما كتاكلوش الحر من الاحسن طلبوا ماكله بلا حار، نو سبايسي، لان حار ديالهم بزاف. الوغ بالنسبه للمويان دو ترونسبور اللي ننصحكم به باش توصلوا للريستورون ديال الشيف بوراك، من الاحسن تاخذوا المترو ام 2. المترو كتخلصوا 5 ليره وكيوصلكم للمحطه ديال ليفنت. المحطه ديال ليفنت هي فين كاين المطعم ديال بوراك، غتهبطوا في المحطه غتاخذوا غتمشوا على رجليكم 500 متر ايكيفالون ديال 3-2 مينوت وتوصلوا عنده. نقول لكم باي باي، هذا النهار ديالنا سالا، نتلاقاو غدا فيديو جديد، باي باي.